اللي يعرف يعرف واللي ما يعرف ترى ما يعرف. يوم عد الباحث في الليل قفل ابوي تليفوني ولا طاع يشتغل ولا طاع يحترج، بغيت يتحلحل شرق غرب يمين يسار، عندك دونك دخيل والديك وخلالك من عندك غالي، تيمل يميله بشرق ما الله ما طاع. ونشيت الله يحفظكم ويهت وين فودافون وينه اللي توني كنت عنده هذا كان يهت ابوي عنده وما ادري فتح السيتنج وما ادري شو سكت في اسبوعها في السيتنج ونشو اشتغل وانا معركة ويهل بالفندق ويهل ما بياس اصور كنطوفا انزين، وبغيت يشتغل والله ما طاع يشتغل، لا انا ولا اللي في الفندق كلهم سوّن استوى الطواري والله يا ابوك ما طاع يشتغل. قالت ريا لين وحد ونص بي الفني من ما ادري وين اي فندق ويطلبونه. المراد ابويه عند الجماعه سكر دقيقه واحده في اسبوعها هاي البنيه جزاها الله خير، والله ابدا غمض برج واشتغل. والمراد في معركه لا رمت اصور اليوم شيء ولا ارمس ولا اسولف، والسب الشوف السب هاي الحاله اللي مضى علي. الناس ابوي هيعت وارتاحت وانا ابوي في معركه لها اول ما لها تالي. انزين وحين حتى ريوق لين الحين ما تريت. المراد خطفت على تحيدون الاول ابوعنا الله يحفظكم وانا جاي اليوع عليه في الدنيا كله فيه، خطفت لا واقفن سير ما بصورك سيري وراي سير ورا منك. انزين يوم وصلت هنا شفت العرب كلها تتريق في هالمكان، وحيد المكان هذاك الباب هذا دخل من دخلت من الحرمه يسمونه طوكيو جوي. طوكيو جوي هذا اللي ما حضر هاي السنين في السبعينات والثمانينات المكان هذا، هذا ابوي ما بفنان ما بفنان فنانين الاوليين، فاستوى عليه امر ماله اول متالي احسن مكان للعرب الاول والناس كلها تي تسهر فيه. اللي يفتحون للباب هذا ما طوكيو جوي عرف ان هذا ما فوق كشخصية، ما شيء سياير ابوي عاديات خاري، اللي يقول ابتكاسي يصير ابتكاسي ممنوع حتى يواجهون عدال هالمكان، لازم يا روز ريز يا فراري يا مدري شو يا مدري شو، يعني المكان ملكي ما بالله شيوخي ملكي. كملت لكم السالفة، بغيت ادخل المطعم هذا، شفت العرب كلها تريق، شيء دورت الطرف هذا ما لقيت باب، دورت الطرف هذا ما لقيت باب، ترى الحين البنيات اللي وياي الله يسلمكم ما شفتوهم انتم، هيا الله يسلم عليكم السلام. مرحبا بك مرحبا حارس الله يسلمك. زين حليل اظني مساك الله بالنور والسرور. اقولكم بغيت ادخل ما لقيت الباب وين سويت عمري اني هرول تميت اطالع فوق او اني ابوي مضيع ارهن ابوي لي داخل هاي البنيات هاي وحده وهذه وحده وخيب شراد جواتي والله شراد عندي هالنمونه ايه والله العظيم. المراد ما بهذا الموضوع خل بصور عمري شويه ما بصور عمري ما بصور كنت سويت عمري اطالع فوق او اني مضيع ولا شيات ما حسب ما حد لي داخل اللي داخل يشوفون لي خاري يقولون هذا بلا مغطي يحوط دور ما دار المطعم ما يد حسب سويت اي اشاره يشوفون اني انا مضيع بيقولوا هذا عنبه جاي هالمكان ولا يدل. المراد ابوي هاي فقاره اتبع عني وعرف ان الموضوع انا عاد يوم شفت عمري ما دل ما عرفت الباب سويت عمري اول نهرول واطالع فوق او اني ادور وسرت ثارهن عرف انا الموضوع اني اريد ادخل ولا ادل الباب وحين يني وعزمني الحين هاي ثاني يوم على التوالي يعزمني بنيات ثانك يو. والله من يلست وياهن ولا وحده منهن قالت ابوي يتابع كل اخوي كلهن والله ما يتابعك هاي شيء والله يدتي ابوي ما ترقد الا مشغلي لها يعني ابوه يسمونه استغفر الله العظيم شو يعني. ولا وحده قالت ابوي يتابعك ولا وحده منهن انا ابوك هاي كل مدح تحرر هاي كل ابو ذم. المراه اسم المطعم هايد ليش مسمينه هايد هاي لينا فيه يعني اللي بيي ما يعرف وين انتم لو تشوفون باب خاري الباب اللي دخلني منه من تشيك وبليوت بليوت كان ريته باب في محل بهالفخامة باب من تشيك عسب شيء وانه مختبئ اسمه او مدسوس على هالمكان ها على هالشارع اللي تشوفه الشارع العام
تعالي هاي وحده حين توها جايه توها هاضله. قال لي قال لي والله بتير بيعتنا شو اسمها ام راشد خاطري بتي وحده 6 ذرع من طولها. والله يا ابوكم شويه هذا ترى الكرسي الحين هذا عند الكتفه هاي وهي واقفه النمونه. والله يا هذا يقول لك الاسم شايع والبطن جايع. سمحت ام راشد والله يا ابو قلت وحده بتي وحده فرس. والله يا ابو يوم توقف عدالي راس وانا جالس عند راسي اقصر انسانه في الدنيا العوده يا بسم الله الرحمن الرحيم. كان شيء ادمي فافت حبحوب هاي الحين يا ساتي مويهن المويه مكتره ما بظهر كل التحاتن ربي خطر خطر خطر. والله كلهن قصار هاي وحده منهن طويلونه وهنتين نص اللبس وحده هاي على يد توها اللهم يا كافي عقلت الاصبع الطويله عرفت انها بنات عمها وخواتها تلاقفت وياهم في الشارع يتطير لا تخلينه يصير قبل ماي. والله اي ما قالوا لي ام راشد تحريت وحده طع سجلات بسم الله يطرشر وليعاد. اخبركم كيف تعرفت عليهن هالبنيات. تعرفت عليهن الله يحفظكم انا امشي ماشي في الشارع هذا الشارع هذا اللي هني زين ما بظهركن ماشي وياس اصور واتكلم ما وعيت الا هالثلاث البنيات اللي مجبلات ومفرعات وها ايش يلعبون بشعور ها قلت خيبه 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 بيني وبينكم ما حست الكاميرا يني على دخيلك انت ظهرنا يمكن في التصوير نحن جايات اصلا اسبك ظهرات من المطعم مقواهن انزين يوم طالعت لانهم ظهرات قلت زي كان منظر جميل وغاوي فنان والله تديت ومسحت كان ما همني هن همني الموضوع اللي كنت ارمس فيه وقت ظهرنهم في التصوير فيعني هاي كانت المشكله. وحين يتم بعد هاي وحده بعد كانها قاصره كملت يتم هاي واقول لكم البتري هي والله شفت الحين هاي الباجيات روحنهن قصار هن قصار وقالن بتي بنت عمنا كلهن قصار وقال بتي بنت عمنا قالت يوم قال لي ام راشد تخوزوا عنها يوم جت والله يا ابوكم عقمه والله العظيم انها عقمه فيليكس ويجن كان شيء سيء تعيدون فيليكس ويجن كبره دور هذا ما بقول بعبود الكمبني ماي بالاس يس هذا اللورد اكبر لورد في الدنيا شدرت يوم هاي بطل بطل لولا انا احبك وندراك واسمك معالي كل مخلوق واليوم من الدفتر محيناك يوم اغتويت وصرت مطبوق بالعين ما بنصد جدواك حشا وباب الوصل مطبوق يا ما رعينا العشب هوياك ورشابنا حذيات وطلوق ويا زين قفى عصر دنياك قفى ونيم كرم فوق عن العدو يا ما حميناك بك نلتزم ونسلم حقوق واليوم بيع الرخص بعناك يا سلعة اللي مالها سوق من التراث ومن عوق التراث من الماضي الجميل عاد بيقتلني الفضول عاد اقولهن كم ضل عليكم طلع الحساب قال لا لا نحن عازماتنك قلت ابوي انا ما ادري يمكن عازماتني تعرف اني ما اعرف ما احب عزم اي والله تحرني انا اللي بحاسب انا فوق صوركن يلا فتحي شو اقول لكم بابهم من بليوت هذا الباب من بليوت والمكان فخم ماشي شراته وعلى الشارع مره والباب هذا من حطب منو اللي بيعرف ان هذا محلهم ها هذا المحل ها شوف الله عليكم هذا المحل ما زينه يوم بتي ولن الباب هذا منو بيعرفه والله لو الموت ما حد عرفه والله اقولكم يقول شو التهديد اللي هددني اياه يقول اللي هبنت قلت له ما ترد قلت لا لا برد عليكن قال لي والله ما رديت بنوزع رقمك تهديد لبوع الجب ثم وصف لي ادور انا رين جاكيت جاكيتات مال المطر محل الياباني عنده هدريبه هذا اللي قدام شاهد اكسفورد بالناقي هدريبه هالياباني يا غير اريد شيء يكون يتطوى ينحط في المخبه ولا شياته يوم بتصير بقعد وياك المطر ولا تظهر بمخباك وتلبسه بس كفى الله المؤمنين القتال وش لكم اعطني مكان كان بعيد فتش بيننا وبينه وحين عاد ساير في خاطري قال بيكون بيوزلك لكنه يعني لكل الزمن يعني هذا انا عيبني الشيء اللي اروم محافظه
يعني يسدني حق السنة والحول والحائلة دب الحياة. على هالأساس الحين سائر راد يقول لك أبوي ياي مطر ما شيء يقوى عنه. الحين الساعة 2 والعلم عند الله قاعد يبين مطر قوي القوة اللي في الدنيا كلها فيه. هي والله الله يكون في العون عزة الله. اليوم ما حب يظهر أبوي ما شاء الله كان سيد إلا كان مول ولا غير مول. مساك الله بالخير أبو محمد، كيف الحال؟ شوف الفيفاي هذا ريال حاط لها شو حلاته. ها شوف حلاته وعلي عنها الريال طالع كيف ميته حليوة. الله عليكم عارف البعد من القرب. أنا والله بعيد كان تبون الصدق بعيد لين الحين 16 جنيه. لكن اللي بخلني أنا أسير وعايبني الموضوع إن هذا الستور مالهم مش في المولات كلهن في المحلات موجود البراند هذا مال المطر مال رين كوت. لكن الستور مالهم بيكون عندهم الموديلات القديمة والجديد والأحجام والأنواع يعني اللي مستحيل تلقطها في أي مكان بتلقطها عندهم. وبعيد عادة وين بيصن ضيع عياله ما عند الحين وصلت آخر الدنيا والله آخر الدنيا بعيد فتش. لكن شو أسوي شوتن فيها العافية إن شاء الله. هي والله ما عند رابي ووصلت آخر الدنيا. أظني هالمكان قرب تعرفون شو قرب البورصة قرب بورصة سبونه هو الأديداس قرب بورصة الأديداس جايينه ويا أبو المر جايينه ويا أبو المر العام. المكان هذا أنا قرب بورصة الأديداس. هي والله هيك أنا بعيد إيش بعيد شو أسوي بعيد لين الحين حوالي 17 جنيه. أنا قيس المسافة بالجنيهات العداد يوم عد وايد عرفت إنه صار بعيد. وين يابني التاكسي؟ قال أبوي هنا تمشي الطرف هذا وعلى النهر. عين أبوه يظهر علي يغلع عن بيع السوق ما أدري بعد تمشي بعد ما أدري وين يوديك هذا الشارع خلافة وانه بتوصل ما يندرى بي أنا وين. أول مرة أيها البقعة هذه يقول تب ريفر عالي النهر ليتنا ترى أبوي نهر بعد هني ها نهر ولا تديت البقعة هاي أني لندن أبوي من السبعينات بحياتي ما جيت هالمكان وترى القرب ما ببعيد ها نهر يميع الدنيا فيه وهذه أوادم تتمشى. والله يا أبوك ترى اللي ما يدري ما عرفنا أبوي إلا هناك نحن ما عرفنا إلا أكسفورد ونايس بريدج وماي فير. أبوي سوق طول وعرض عرض بحياتي ما جيت هذا المكان بحياتي ما جيت. والله يبكم يلي ما يجي هالمكان ترى ما في عدم كل ما بعد له الحمد لله تلاحقت عمري وايد المكان فنان مول معلق ما تعرف ايش قايل هذا بعد. انا اول مره بحياتي ايه المطاعم وهو دنيا شيء فوق وشيء تحت وشيء ما ادري شو قم عاد الحين اعرف المكان اللي انا ابا هذا مال جاكيتات وين بعرفه ما بعرفه لك بارويهم العنوان عطى قرصات اللي ياهن البنيات وعطيات النية جاكيت رين جاكيت اسمه رين جاكيت قم عاد الحين فتش استثمار من لو حلة. والله يا ابو كل مكان فنان ولا تديت هن اول مرة بحياتي اجي يصدق انك تي مكان ما شيء طبيعي ابوي عرفت المكان وين المكان معلوم انه فتش تقريبا 17 باوند ياخذ تاكسي وهذا المكان رين هذا هو وعنده أشياء من الألوان كلها بغيت صلاقي اللي صالق ولا بغيت اللي بلي صليج بغيت بكبوس بدون كبوس اللي تباه ها. وأنا اللي يازلي هذا أبوي ها. هذا نايلون يعني اللي سيثرو كابه ودنيا فنان ما باخذ الأول هذا ريال يبيع زينة هادو ها فنان ورقم واحد ولا يغير وتربط تعرف شو لابس من تحت ولا شيء وكابة منه بيني وبينكم السوق هذا ممتع تحس بمتعة وتتمشى فيه أشياء وايد وطويل وعريض
يعني اتحريت كيكينات. ترى ابوي بلاد هناك بعد يبيع الاشياء وثلاث اربع ادوار فوق شيء وتحت شيء وتحت الارض شيء طوله طول وعرض عرض في ماركات بعد بول سميث ثم بول سميث ثم ما ادري منو يعني في مطاعم وفي كوفيات وانا جيت الكوفي هذا ها طلبت من عندهم كوفي شفت عرب وايدين داخل ما بوايدين في فنانين في خاطري اكيد ان المكان فنان طلع والله فنان اخذت من عندهم كوتادو يجيك يوم تتهرس في نص المطر ولا تخرس ها شوف ما زيني انا يعني جاي انا عاني حق اخذ هذا واشرب كوفي وانهنمونه ويلس ابوي عاد احنا نفس كلها داخل اللي ما عندهم النشرات اللي انا ماخذنها اي والله هم تيلس ابوي التفيزر في نص المطر ولا تخرس ولا همك الله ولا هم يحزن اي والله بس والله ما حد درابك في سبوين المطار يريخ والله ما حد ولا بتانسه ولا بتدريبه ها اي والله شوف ايش قايل العرب وبكلها خرسانه الا انا يحافظ علي افكار افكار يا سلام سلم اقولكم من ساعه نزلت مقطع فيديو الرجال اللي مطرش لي الفيفاي ويسوي سوالف علقت عليه تعليق الله العالم شفت شو القسم التعليق انا سوالف المرات حد من العرب عاد ما بيايزله ليش تعلق على الرجال هالتعليق الحمد لله رب العالمين الرجال ابوي روح رد يوم شاف التعليق روح رد وحين بيجيكم رد التعليق الرجال رده على تعليقي اللي انا معلق فيه مرحبا ابو محمد مرحبا بيجيك الرد الحين طال عمرك كل شيء يطلع منك ولا ينقال عسل عقبي وعقلب كل مشاهد يتابعك يعني ما خلا منك يا ابو محمد دوا انت دوا كلام لا سر ولا تعال رقم واحد وهذه كشخة البارحة مالت كشخة البوتيك لمسي هذه عاد يبين حينه ما يبين ان شاء الله يبين لا والله زي الجوتي ما يبين يبين والله لا يبين ولا شيء عرف الله في الجوتي شفتوا حركات شيء يعني ما سوالف والله باكم تستانسوا تنبسطون يعني لا اكثر ولا اقل ايش قال الحين اصاب حق يبين الجوتي او اني عاد ما ادري زين اقول لكم هذاك اليوم سرنا من شرق لين غرب سكينا المكان هذاك ويا لسنا وتفني لنا ويا لسنا وعينا من الله خير وردينا ابوي لسنا مكاننا هي والله بعد تقولوا ما يبين يبين رقم واحد فني بعد معزوم على غداء مطعم في النايس بريدج عند منو ويا منو الاخبار والعيون كلها بتيكم ان شاء الله في القريب العاجل شيء طبيعي عزيمه الغداء ويا عنصر رجالي شباب وبتغدى عندهم وبنعي من الله خير بنسولف وبنرمس السلام عليكم هاو ار يو زين وبرد بنرمسكم اخلاف ان شاء الله اذا الله راد من اول ما وصل بسولف وياكم ان شاء الله كوني ناوي اسير بتكسي فقد في خاطري ما شيء فتشه شيء بسيط يعني فتشه بسيطه يعني اللي بين فندقي وين الشيراتون بارك تاور وين انا معزوم على الغداء قلت ابوي له اسير اتمشى وحده هنتين ولا سافجين الله ولا غالبين وحده هنتين هذا ما شيء باجي دقيقتين بوصل جده الشيراتون بارك تاور زين في لندن كلها يعني الأنفاق هاللي تحت الأرض تختصر لك الطرق أنا جيت من شرق أنا جيت من غرب إيه يعلي يسقى يعلي يسقى يا لنثر يعلي يسقى تحافظ على عرب سيجرت عليهم العام ييج حجرتهم إيه نعم قهويت عندهم عينت من الله خير مساهم الله بالخير عادة أكيد هم يتابعون يعني تابعيني بكل قوة فلذلك أرد عليهم السلام والتحية نعم أطلت عندهم غوني على غدا ما طعت غيرت قهوة عندهم وليتين بعديتهم العام من الطرف هذا كنت تظهر من هذا
ماشي يا ابوي لا شطه ولا همك الله ولا هم يحزنون. اي يا سلام سلم يا حافظ يا حفيظ يا حافظ يا حفيظ. ما زينك يا لندن ما زينك وما زين وقتك وما زين ايامك. هذا جو اللندني اللي الناس تعرفه. لكن اللي اياهم قبل ما اي ثلاث اربعة ايام ابوي هذا ما بلندني، هذا الجو يسمونه مثل ما قلنا بكم من يوم يسمونه الجو الدخيل. الدخيل على الجو اللندني. المهم انا وصلت ابوي هاي المنطقة. هذا حي وين الفريج هذا. وان شاء الله بيكون غداي في هالمكان. بخبركم عن موقع هني في هالبناية. في هالبناية الاول شيء مكان يسمونه ماركة يقال عنها في الثمانينات سيسل جي. السيسل جي هذه هي أشهر ماركة توجد في بريطانيا يمكن في أوروبا هاك الوقت، والعالم تيها من شرق ومن غرب فقط حق المكان هذا. المكان هذا وعدالة محل مجوهرات يسمونه كيزينكي. هل أن كيزينكي موجود ولا لا ما أدري به، 90% مش موجود. لكن سيسل جي مش موجود. شو استوابه؟ ماتوا هل احترق تسكر انفت؟ الله اعلم. انفت يعني فلس على فكره. انا اقول ابوي هناك زحمه، ترى ابوي الفريج هذا اكثر الزحمه. زحمه ابوي هنا ابدا ما لها حد. المهم موضوعنا الله يحفظكم بيوديني الرجال مطعم، عازمني الرجال، الرجال يعازمني بيوديني مطعم اسمه شو اسم المطعم؟ شو اسم المطعم اللي بنسيل له؟ بيتزا بكومودورو. روح روح روح. المهم ابوي عازمني، لا ما بصور، عازمني رجال اسمه جاسم ابو محمد من هل دبي. انا اتعارف ويا اخوه هو سالم، انا ما اعرفه ولا بيني وبين علاقه ولا شفته. طرش لي مسج قال ابو محمد انا ابغى اعزمك على غداء، انت ما تعرفني. اول شيء قال لي عازمنك على غداء، قلت ابوي ما حد يعزم حد على غداء مني والطريج، لا اعرفك ولا تعرفني. لمني والطريج انا جاي احط بطني. قال لي لا انت تعرف اخوي. قلت ما اعرف منو اخوك، خبرني باسمك ومنو وين جاي وين جيت وتنسيت وعدني وخبرني. بس استعزمت له وحين هو قدام وانا وراه، ساعتين هو وراي وساعتين هو قدامي. قال ابو محمد دخيلك ما اباك تصور. قلنا ان شاء الله حاضرين 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 حاضرين. المهم وين جيت ابو البادي؟ قبل ما تخلص الفرج جيت المحل اللي اخذت منه ساماني هذا. ها هذا المحل اللي جيت اخذت منه ويادي. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ الحمد لله تمام. انت من هل وين ابوي؟ من العراق. من العراق وتشتغل في المكان هذا؟ صار لي سنتين هنا. سنتين؟ ما شاء الله عليك. شو اخبار الشغل؟ تمام شباب. كل شيء زين؟ الحمد لله كل شيء تمام. مو ديلاتكم مميزة وكل شيء مميز؟ كله زين. زين؟ انت بكبرك زين؟ الله يحفظكم. شو اخبار الشغل؟ والله الحمد لله مشغولين اليوم. زين زين تستاهل. دعياتك مسوي ضجة. بعد؟ إيه؟ حد ياكم؟ ايه. صدق والله؟ شباب كلهم زارونا اليوم. شيء حد خذيه ولا بس طالعوا وطلعوا؟ لا كلهم اشتروا. شيء اشتروا مشترى؟ الحمد لله. زين زين تستاهلون. هاي براذر. How are you؟ Good good. ابوي انا وصلت ابو ظبي. انا في لندن لكن وصلت ابو ظبي. ياتني ريحه الطيبين. مرحبا والله ابو عوسه. مرحبا بك. ايش حالك الله يحفظك؟ كيف انت؟ دوما يا ابو خسفره لندن. ياتونا ويبتوا البراد ويبتوا الزين كله. والله مليون مرحبا ابو عوسه. لا خلا ولا عدم بريحه الطيبين. لا خلينا منك. صدق والله خلاص سنين اخر سنين. صدق والله؟ How many when you sold today? How many sold? All of them. If we get a delivery tomorrow, delivery tomorrow. Well, now no, خلاص. والله say thank you خالد الخالدي. Thank you خالدي. لكن صدق صدق والله ترى هم وايد زينات. زي اصلا ماشي الحين. اخر اثنين اخر الحبيب. دراني بك هالبعير هذا. What's his name? ميسر. وكان غادي كم صارني عدالة الشيخ. كيف حالك؟ يا ربي سعدنا بشوفتك. لا خليت منك يا شيخ. لا خليت منك يا شيخ. الله يسلمك الشيخ سعود محمد بن سعود بن خالد. نعم. مليار والنعم. الله يحفظك يخليك. شكرا لك. الله يحفظك. هل شفتم صغروني عدالة؟ لا لا نفس الطول. طول عمرك وعمرك يا شيخ. الله يحفظك.
دوم هلندن يا ابو حماد تلقط فيها ولا تشوف الا الناس الطيبه. خليفه بن عبد الله سلام عليك، ايش حالك يا الورد؟ كيف انت؟ لا خلينا منك ولا من يدانك. خليفه بن عبد الله القبيسي، لا خلينا من يدانك. وين يوتنا التو؟ وين ابوي انا واحد شرد والله ما يبي التصوير زايق. نورت لندن يا ابو محمد. لا منور فيكم انتم، انتم ليتوكم جايين. انا بشابيه من 3-4 ايام وانا فيها. شوف انت ري، انت ري الداعي ابويا. ايه الحبيب انت ري الداعي في البدايه، في البدايه في البدايه انت ري الداعي حبيبي. اشتا ما تدعوني؟ ايه ياسر بخدي يقول عندك مخيم وراعي علم وخبر. مرحبا بكم وسهلا. اتريا اقول ما قلت لك، اقول لك زهر منو هالفنان؟ هذا محمد عيسى. يوم كان ممثلين الهنود، ممثل هندي هذا وجهه سلمائي. ايه ما شاء الله. بعد انت ترى طاعي صد ما بطع. بسم الله عليك، بسم الله عليك، بسم الله عليك. نعم نزيش علي ما شيء مشكلة، توكل على الله. شعلومك شو رايك بالله عليك في هالمكان الفنان؟ والله ذوقك هي والله هي. نعم شوف البيو هي والله بيو ولا شيء، شرات بيو. يا سلام سلم بيو رقم واحد. اقول لك هاي 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 الحرمه الله يسلمك، نحن يا سي عدالها ما ابي اصور ثلاث حاتي والله ما صورت. اشوف نزلي تليفونك، نزلي تليفون يا سبوي تتابع. وهي سحين في هالمقهى وياسر شقلت اني ما وعدت الا دخلت عليها. الله يبارك فيك ان شاء الله. ما زين الا لو انت لبست فنانه. اي والله ايش اسوي يمكن ما يستوي مشيتن الا وراي، وكل من صورت كذا جتني مسجات ابوي نحن ظهرات عندك مسحت يا عيل سعادك. اليوم مالي مهره الا امسح اللي صورته، كل يوم وايد اشياء اصور لكن يوم كثر ما يحشرني يطرش مسجات حق الخبير فقير وعنه نص الليل. قم اتصل حق ابو محمد وخليه يمسح. شو يمسح؟ يقصن المقطع اللي هم ظهرات فيه ويندبن له، خلوه يمسح. وعلى هالمنوال الناس تصبح وتمسي وانا هيلا بيست مسيح. شو اسمه؟ زاك زكريا. اسمه زكريا. yeah. زكريا ولد خديجة. الله الله زكريا سلام عليكم. اليوم سيليبريتين 2 years. هاي ما شاء الله. هابي نيو يير. هابي نيو يير لا هابي بيرثدي. الحمد لله ان ما شابهك، اللهم لك الحمد. الحمد لله ان شبه ابوي يا ابو شايف. هاي روح نعمه فضل من الله. الله يخليك. يلا مع السلامه. الله رايد للسعاد يوم ما شابهك يا ما. في مال الله. مع السلامه الغالي.